مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي شؤون سقطرية، الذي نتناول فيه أهم وآخر التطورات والمستجدات في محافظة أرخبيل سقطرى. أهلا بكم. دشن القيادي في المجلس الانتقالي المعين وزيرا للزراعة والثروة السمكية سالم عبد الله السقطري، ومعه عدد من الضباط السعوديين والإماراتيين، دشنوا آلية نظام البصمة لمنتسبي ما يسمى بالشرطة الجنوبية التابعة للانتقالي. ويأتي هذا التدشين لإحصاء القوات الأمنية التابعة للميليشيا بهدف منحها مبالغ مالية بدعم من القوات السعودية المرابطة في جزيرة سقطرى. وقدمت القوات السعودية عتادا عسكريا للميليشيا في الجزيرة تزامنا مع تدشين نظام البصمة، وتم صرف بطاقات تعريفية لهم من قبل قوات الواجب السعودية. من جانبها عززت ميليشيا الانتقالي من وجودها العسكري داخل مطار سقطرى الدولي بعربات ومصفحات عسكرية. وجاءت هذه التعزيزات العسكرية تزامنا مع وصول وفد من الانتقال إلى جزيرة سقطرى قادما من أبو ظبي. ويأتي وصول وفد الانتقال عقب وصول وزير الزراعة المحسوب على الانتقال سالم عبد الله عيسى السقطري والوفد المرافق له من قيادة الهيئة العامة في المجلس الانتقالي. أغلق متقاعدون مدنيون وعسكريون بوابة مقر القوات السعودية بجزيرة سقطرى. وقالت مصادر محلية إن المتقاعدين طالبوا بصرف ما يسمى بالمكرمة السعودية لهم أسوة بالآخرين. وتشهد محافظة أرخبيل سقطرى منذ سيطرة ميليشيا الانتقال عليها حالة من عدم الاستقرار والفوضى. قدم القيادي في ميليشيا الانتقال عماد الكثيري استقالته من منصبه كمدير لشرطة قلنسية وعبد الكوري التابعة لمحافظة أرخبيل سقطرى، احتجاجا على الإقصاء والتهميش الذي لاحق بضباط وأفراد المديرية. وأكد بيان استقالة الكثيري أنه تم إقصاء ضباط وأفراد مديرية قلنسية وعبد الكوري من الترقيات التي رفعتها إدارة الشرطة التابعة للانتقال إلى المكرمة السعودية. ولافت إلى أن هناك من يسعى لمنع نجاحه في عمله، مضيفا أن استقالته من شرطة المديرية نهائية. أجرى القيادي في ميليشيا الانتقال والمعين وزيرا للزراعة والري والثروة السمكية سالم عبد الله السقطري زيارات ميدانية لمعسكرات ميليشيا الانتقال في مديرية قلنسية ومناطق قيسو وتلاعب المجاورة لها. وخلال جولته أبلغ السقطري السكان بالموقع الذي تم تحديده لإنشاء مدرج للطيران وكورنيش خلفان المزروعي، وأوضح أن هذا المشروع سيتم إنجازه بعد رفع الخطط إلى القيادة الإماراتية. وجدد السقطري التأكيد على أن أرخبيل سقطرى سيكون تحت مظلة الإمارات. رفض أعيان ووجهاء منطقة تمحك جنوب غربي جزيرة سقطرى إنشاء موقع في منطقتهم تابعا لميليشيا الانتقال المدعومة من الإمارات. وأعلن الوجهاء رفضهم إنشاء الموقع العسكري وأي نشاط فيه أثناء زيارة لقيادة الانتقال إلى المنطقة. وقال أعيان ووجهاء منطقة تمحك إن المواطنين هناك بحاجة إلى الدعم في مجال الإغاثة والتنمية، وإن إنشاء موقع عسكري يؤثر على السلم في المنطقة. نظمت ميليشيا المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات عرضاً عسكرياً بعد حملة تجنيد جديدة نفذتها في جزيرة سقطرى. وحضر العرض المسلح قيادات من الانتقالي ونائب ميليشيا لواء الحزام الأمني ومندوب القطاع العسكري من أبوظبي هزاع الكثيري ومدربون مستقدمون من خارج الأرخبيل.
وجهت قيادة ميليشيا المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات عناصرها بترحيل أبناء المحافظات الشمالية من جزيرة سقطرى. وخلال زيارتها لما تسمى بكتيبة الدعم والإسناد، شددت قيادة الميليشيا على ضرورة رفع جاهزية عناصرها القتالية، وأشارت أنه سيتم مدها بمنح مالية وآليات عسكرية جديدة. في شأن متصل، اعتقلت عناصر تابعة لميليشيا الانتقال في سقطرى 3 مواطنين بدوافع مناطقية. وأكدت مصادر محلية أن عناصر تابعة لما يسمى بكتيبة الدعم والإسناد وبتوجيهات من القيادي في الانتقال علي الدكسمي، اعتقلت 3 أشخاص من أبناء المحافظات الشمالية العاملين في ورش هندسية بالجزيرة. وأضافت المصادر أن الميليشيا اعتدت على المواطنين في مقر عملهم قبل اعتقالهم. أزمة المواد الغذائية هي واحدة من المشاكل يواجهها أبناء سقطرى في ظل سيطرة ميليشيا الإمارات المطلقة على أرخبيل سقطرى منذ انقلابها على السلطة الشرعية في يونيو 2020. التقرير التالي يسلط الضوء على تلك المشكلة. باتت الأزمات المتكررة هي العنوان الأبرز في سقطرى، حيث تردت الخدمات الأساسية والوضع المعيشي لأبناء الأرخبيل في ظل سيطرة ميليشيا الإمارات المطلقة على أرخبيل سقطرى إثر انقلابها على السلطة المحلية في يونيو 2020. الأزمات التي سببتها الإمارات عانى منها أبناء الأرخبيل، لا سيما أزمة نقص المواد الغذائية وارتفاع أسعارها وانعدام المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء عن بعض القرى وكذلك المياه. تعد أزمة المواد الغذائية المشكلة الأبرز التي يواجهها أبناء الأرخبيل، حيث ارتفعت أسعارها بشكل جنوني، خاصة مع غياب الرقابة على التجار جراء تعطيل مؤسسات الدولة وحكم ميليشيا الانقلاب التابعة للإمارات في الجزيرة. ومع قرب حلول شهر رمضان، تشهد أسواق الأرخبيل نقصا حادا في المتطلبات الأساسية، إذ لم تقف معاناة الأهالي عند ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بل زاد الطين بلة اختفاؤها من الأسواق. هذه الأزمة في المواد الغذائية تضع تساؤلات عديدة حول الدور الإماراتي في سقطرى، خاصة مع تصاعد الحملة الدعائية التي تروجها أبو ظبي عبر وسائل إعلامية لإضفاء طابع الدور الإنساني في الأرخبيل، بغية إخفاء أجندتها في سقطرى التي نالت منها أرضا وإنسانا، حيث أنشأت المعسكرات في مواقع مهمة لتحكم سيطرتها على الجزيرة وتدير شؤونها عبر أدواتها وميليشياتها في الأرخبيل. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط السقطري أحمد ثاني. أهلا بك. بداية سيد أحمد، بشكل عام ما هي الأزمات التي صنعتها ميليشيا الانتقالي وسعت في تعطيلها؟ أهلا وسهلا أستاذ عاطف، أشكرك على الاستضافة. طبعا بعد سيطرة ميليشيا الانتقالي على المؤسسات الدولة في الأرخبيل، و يعني في 2020 يونيو زادت الأزمات أكثر واستفحلت أكثر، يعني أبرز الأزمات اللي تعاني منها الآن الأرخبيل هو يعني غلاء الأسعار وغلاء أيضا المشتقات النفطية، وأيضا غياب إن لم تكن غياب هذه الخدمات، يعني غياب الخدمات في الأرخبيل. فغياب الدولة وغياب المؤسسات الرسمية في الدولة وسيطرة ميليشيات الانتقالي على هذه المؤسسات فاقمة من المعاناة أكثر وفاقمة من الأزمات، يعني حتى انتشرت ظاهرة الفساد يعني في هذه المؤسسات. عندما نتحدث أيضا عن الضرائب والجمارك، هذه الأموال أيضا تذهب أغلبها تذهب إلى 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 جيوب الميليشيا، يعني انتشار الفساد انتشار وأيضا الآن بدأت رفعة الفقر تتسع أكثر وأكثر، وهناك أيضا ظهر التسول، يعني السقاطرة بطبيعتهم معروفين بالعزة والكرامة، لكن هذه الأزمات يعني فاقمت الوضع أكثر وانتشرت ظاهرة التسول
في الأرخبيل. أشرت إلى ظاهرة التسول التي نتجت عن استمرار صناعة الأزمات من قبل ميليشيا الإمارات في سقطرة وغلاء الأسعار. برأيك مع وجود هذه المشاكل المتكررة والدائمة والمستمرة في سقطرة، كيف يمكن أهالي سقطرة أن يستقبلوا شهر رمضان؟ كيف أهالي سقطرة يستقبلوا رمضان؟ ربما أو أقولها رمضان هذا العام سيكون أسوأ عام يمر أو تمر بها اليمن بشكل عام، وتمر بها الأرخبيل بشكل خاص. يعني يعني غياب لكل مظاهر، يعني غلاء أسعار، اختفاء المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها، يعني بدل ما تنشغل الميليشيا أو بتوفير الخدمات، الآن انشغلت بالاختطافات، انشغلت بإسكات كل من يعارضهم. ولكن رمضان هذا العام سيكون من أسوأ الأعوام التي تمر بها أرخبيل سقطرة. سيد أحمد، برأيك ما الهدف من سياسة التجويع التي تمارسها ميليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات؟ أنا أعتقد أنه الهدف هو إشغال الناس، يعني إشغال الناس بلقمة العيش تتفرغ هذه الميليشيا ومن يدعمها الإمارات، تنشغل أنها تتفرغ إلى بناء المعسكرات، إلى ملشنة سقطرة وعسكرتها وتحويلها إلى قواعد عسكرية في أطرافها وفي غربها وأيضا في جنوبها، وأيضا إشغال الناس بلقمة العيش والتفرغ لتحويل سقطرة إلى قواعد عسكرية. فلم تعمل الميليشيا لا يمكن أن تكون بديل عن الدولة، وأصبح غياب الدولة اليوم في سقطرة فاقمت من الأوضاع المعيشية، وفاقمت أيضا من أوضاع الناس، يعني ساءت أوضاع الناس. كان من المفترض سيد أحمد، كان مفترض مثلا من الإمارات مثل ما تمد الأرخبيل بصناعة الميليشيا وتمده بالأسلحة وإنشاء مواقع عسكرية جديدة، من المفترض أنها أيضا تمده بالمواد الغذائية، لكن هناك شيء آخر، يعني بالمقابل لماذا يتم مثلا مضايقة أصحاب المحال التجارية؟ فهمنا أن الإمارات مثلا تسعى وميليشياتها تسعى إلى صناعة أزمات غذائية إذا ما بقينا في هذه النقطة، لكن أن يتم مضايقة أصحاب المحال التجارية، ما الهدف من هذا؟ نعم، بالإضافة إلى الأزمات الموجودة أيضا، هذه مشكلة، مضايقة الأصحاب أو أبناء المحافظات الشمالية فاقمت من الأوضاع المعيشية أكثر في الأرخبيل، لأنه معروف ان في سقطرة اغلب الماسكين النشاط الاقتصادي والتجاري والمحلات التجاريه هم هؤلاء ابناء المحافظات الشماليه، فربما الهدف من مضايقه هؤلاء او مضايقتهم حتى يتسنى للامارات ولميليشياتها، يعني تكون هي اللي يعني بحيث ان الناس يلتجئوا اكثر الى الامارات وتنفرد بهم، ولا يوجد هناك من يعني يعطي مثلا الفتات وهذه الاشياء اللي تقدمها الامارات، اقصد المساعدات هذه، حتى تستمر الناس في سقطرة بمد يدها الى المساعدات والى الامارات. نعم. ويبقى المجتمع في حاجة دائمة إلى الإمارات وإلى مساعدتها، وبالتالي أيضا هم ضايقوا أصحاب المحلات حتى لا يجأ إليهم الناس. بالعموم السيد أحمد ثاني الناشط السقطري، كنت معنا على الهاتف، شكرا جزيلا لك. شكرا.
المهرية حكاية رمضان. أرسلت الإمارات فريقا أجنبيا لوضع خطة لتوسيعة ميناء حلف بجزيرة سقطرى حتى تتمكن من إرسال سفن أكبر إلى الأرخبيل. وبحسب المصادر فإن تكلفة المرحلة الثالثة ستبلغ 4 ملايين درهم إماراتي. فرضت مؤسسة خليفة الإماراتية على رؤساء الجمعيات السمكية توريد الأخطبوط والحبار إلى مصنع إبراهيم التابع لها، كما منحت المؤسسة أدوات الاصطياد للصيادين رغم عدم قانونيتها، وشددت على رؤساء الجمعيات لمتابعة الصيادين. ويأتي هذا الإلزام بعد توجيه وزير الثروة السمكية التابع للانتقال سالم عبد الله السقطري. هذا وتنتشر عوازل مصنع إبراهيم الإماراتي التابع لمؤسسة خليفة على أرجاء شواطئ منطقة شق ومنطقة حولف وقاضب ومدينة حديبو لتسليم الأخطبوط والحبار بعد تسلم أصناف الشروخ والجمبري. مادة معلوماتية حول العبث الإماراتي المستمر في أرخبيل سقطرى، نتابع. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام هذه الحلقة الأخيرة من البرنامج شؤون سقطرية، على أن نلتقي بعد شهر رمضان المبارك. إلى حينها دمتم في أمان الله.